بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العلامات وأعراض مرض السكري. طبعا أعراض مرض السكري عبارة عن زيادة في التبول وتكراره، والعطش الشديد أيضا، والجوع، وفقدان الوزن، وأيضا ظهور حكة والتهاب مع ظهور دمامل في بعض المرضى، ليس كلهم طبعا. وقد تظهر بعض الأعراض مثل البطء في التئام الجروح البسيطة والمتوسطة والكبيرة، وأيضا عدم وضوح الرؤية في العينين، وظهور السكر في البول بنسبة كبيرة جدا عند يعني من يعانون من مرض السكري. وأيضا راح نتكلم عن أعراض كثيرة جدا في الفترة القادمة إن شاء الله. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.